thank <laughs> you السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين جريدة مان 24 حطينا الرحال بالأحد المناطق وبالضبط بجماعة عين عتيق عملت صخيرة مرة. بأحد دواوير معروفين بدوار ميرة هاد الدوار هذا اللي كيشتكي من حشرة قرمزية من بعد ما كانوا كيشتكيو بالإقصاء ديالهم من الاستفادة هاد الساكنة هادي كطالب مسؤولين أنهم تدخل عاجل لانقاذهم لانهم عندهم اطفال بالليل من كبرد الحال او كيكون سخون كتخرج لهم واحد الحشره القرمزيه معروفه كتكون في نبته الصبار لانه من بعد ما كان جو عندهم فرقه ديال الجماعه انهم جو عقموا هذا المكان هذا في الوقيته اللي فيها الجائحه كورونا انهم جاو وعقموا هنايا المهم نخليكم هاد التصريحات ديال احد الساكنه بهذه المنطقه السلام عليكم كان كنطلب حق كنطلبوا الحق, الحق ديالنا من المسؤولين يجيو يشوفوا لنا فين عايشين البخوش قتلنا شني ولا قتلتنا ما نعسو نعسوا بالليل لا بالنهار حنايا حنا اولادنا يا... ولادنا تقرصوا ولادنا, ولادنا عمرو حبوب عمرو الهد... عرفتي في الليل راه ما كنخرجوش ما كنخرجوش كيحط في البخوش كي... كي كيسيل بالدم حنا طالبين من المسؤولين يجي يشوفوا لنا هاد الحاله هادي هي دي اللي طالبين منه خاصهم يديروا لنا الحل لهاد البخوش راه دخل لينا حتى المحل ما كنعسوش لا بالليل لا بالنهار كانوا جا واحد الخطره داواوه واح وما تلاش رجعوا من مت تما ما تلاش رجعوا حنا بغينا نطلبوا من هذا الشيء يجي يشوفوا لنا هذا الحال يحيدوا لنا هذا هذا الدرك الدرك هو اللي دار لنا هذا المشكل باش داوات هكاك وبقى ما تنيناش هبطنا لعندهم حنا بغينا كنطلبوا من المسؤولين سادة الرئيس يجي يشوف لينا يجي جي يحيد لنا هاد هاد الدرك قال قلت لي كو, كو كان هو عايش في هاد هذه ما يقدرش يعيش في هاد في هاد في هاد الحاله خصنا حنا كنطلبوا ليه يجي يشوف لينا حنا راه بالليل ما كننعسوا ولادنا كتشوفوهم حالتهم يجيو نعريوهم ليه ونشوفوا حالتهم كي دايرين كلهم تقيت قرصو ما كننعسوا لا شني ولا لا, لا بخوش بخوش ضايع علينا لا حناش ما عندنا مشكل فيه حناش مازال هاد حنا المشكل عندنا هو هاد البخوش هاد البخوش الابيض هو اللي قتلنا هذه انا كطالبين من المسؤولين وشكرا هاد الدوار ميراث تقول ما نقص ومشاكل فبعد محاوله ديال الاقصاء ديالنا من من مشروع الحمراء اللي عطى لنا سيدنا احنا اليوم ما كنتصادفوا مع مشكل اخر اللي هو الحشره القرمزيه اللي هلكت عباد الله دراري صغار وكبار ما كينعسوش بالليل دابا مازال راه بالنهار كيكون هذيك الحشره كتكون لاصقه في هذا الصبار هذا بالليل راه كتخرج كتدخل على البرارك ديال عباد الله راه كتهلكهم راه مشكله فبعد بعد المشاكل اللي شفناها ديال الناس ساكنين تحت الضوء والناس ساكنين حدا حدا من والناس ساكنين حدا الدرك ها هي دابا جاتنا الحشره القرمزية اللي اللي هلكت عباد الله وكاينين الحناش وبزاف ديال المشاكل كان في ايام ديال كورونا كانت جات واحد الحمله ديال التعقيم ديال كورونا ودوزوا بها هاد هاد سميتو هاد الدرك هذا ف في نظركم واش هذاك دي المعقم ديال كورونا غادي دي يقضي على على هاد الحشره القرمزيه في المجالس اللي فاتوا واخا بصفتهم مجالس فاشيلة بعد على الأقل كان كيصيفطوا واحد الفرقه ديال التطهير فهمتي كتداوي هاد الحشرات وهاد الزواحف هادو اما في هاد الولايه هذا ولله الحمد راه ما كاينش شيء راه والو انت الى لاحظتي راه الا بغيتي دابا تمشي تشكي عليهم خاصك تمشي عنده ويمارس عليك واحد ممارسه ديال الادلال تبقى ترجع فيه وتطلب فيه ويا ربي وموحال واش موحال واش يقدر الغرض فهذا كنطلب من الناس الشرفاء في هذا البلاد هذا يشوفوا من حال ديال دوار ميرا وديروا ليها الحل لان هذا راه بزاف ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي